ترويج تركيا تصفية كأس العالم الجولة 22، من شأنها كيفاش تركيا وين نقولوا باللي في الشوط الأول الشوط الثاني الشوط الأول وين شفنا أوزون الذي سجل كاجلار وين سجل الهدف الثاني في الدقيقة 28، أوزون الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، أوزون لا يعود ويسجل في الشوط الثاني كما بدأ في الشوط الأول مبكرا، بدأ في الشوط الثاني كذلك مبكرا في الدقيقة 59 ويسجل الهدف الثالث والثاني له والثالث لتركيا. شعرنا كيفاش وانتهت الشوط الأول أمام النرويج بهدفين لصفر، شعرنا الشوط الثاني وين تركيا وين يضيف الهدف الثالث، يعني وين كانت سيطرة، شعرنا روني اللي خرج في الدقيقة 46 الحارس تاع النرويج اللي دخل مكانه أندريا، شعرنا كيفاش جوليان، شعرنا كيفاش أجر، شعرنا ساتيان، شعرنا كيفاش فيدريك مارتين، شعرنا باتريك، شعرنا كيفاش اسكندر، شعرنا كيفاش جينسون، يعني وين كريستيان، شعرنا كيفاش كينغ اللي دخل في الدقيقة 68، تركيا كذلك وين تشاكيري اللي لعب دور كبير، شعرنا كاجلار، شعرنا ميرارت، شعرنا كيفاش مونت، شعرنا يوسف أزنون مسجل هدفين، شعرنا أوكي هاكين، شعرنا نيماز، يعني كينا اللي جانا كيفاش نقولوا باللي تركيا وين بالخطه اللي لعبوا فيها، خطه يعني خطه لعبوا بثلاثه اربعه ثلاثه، شان النرويج وين دخل بخطه ثلاثه خمسه اثنين، يعني كل مدرب وحاول، يعني كل مدرب حاول يعني المخادعه، شان كيفاش رغم ان تركيا وين بدات المباراه بقوه، شان كيفاش الشوط الثاني بعد تراجع يعني وضمان النتيجه من اجل ضمان النتيجه وين تراجعوا الوراء وعرفوا كيفاش يمشوا المباراه، يعني كيفاش يمشوا المباراه وين مشوا المباراه باحترافيه كبيره، يعني وين عرفوا كيفاش يمشوا الخطه تاعهم وين ما عطاو ولا فرصه، نقولوا باللي ما عطاو ولا فرصه للنرويجيين يعني من اجل العوده في النتيجه او تسجيل او يعني شان كيفاش كانت المباراه، مباراه اللي كانت شيقه، مباراه اللي شان فيها تركيا وين مباراه رغم ان كانت المباراه قويه، يعني النرويج تركيا كانت مباراه قويه ونقولوا باللي تركيا في الطريق الصحيح، يعني وين عرفوا كيفاش يفوزوا، عرفوا كيفاش يقدموا مستويات كبيره. هذه هي الجوله الثانيه، النرويج تركيا تصفيات كاس العالم 2022.